بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات أولى متوسط أولياء الأفاضل، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء أيضا. أولا صح رمضانكم، إذا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في هذا الفيديو نجيب لكم الجزء الثاني من حل الوضعية الإدماجية، سبق تعرضت عليكم الموضوع الرائع لمراجعة الفرض الثالث. إذا حليت لكم التمرين الأول التمرين الثاني، إذا ما عليكم إلا العودة إلى الجزء الأول. وصلنا للوضعية الإدماجية عليها 8 نقاط. إذا وش تقول الوضعية؟ يلا نبدأ مع بعض، ولكن كما عودتكم نقول جميعا بسم الله. بسم الله على الله توكلنا. إذا حضر الأستاذ محلولا مائيا باستعمال حجما من الماء النقي قدره 800 مليلتر. هنا يقصد هذه القيمة هي الحجم، ثم بعد ذلك مع 25 غرام، هذه كتلة الملح من ملح الطعام. يقول احسب تركيز هذا الملح بوحدة الغرام على المتر، ثم عبر بوحدة الغرام على اللتر. إذا راح ندير التحويلات، ولكن قبل ذلك مكتوب تركيز المحلول سي ماذا يساوي؟ قلنا أن حسب الدرس قريناه في الدرس، وكل الدروس تاع سنوات أولى متوسطة موجودة على قناتي منظمة مرتبة، ما عليكم إلا العودة إليها باش تستفادوا أكثر وأكثر. إذا قلنا التركيز يساوي إذا نسبة أو قسمة الكتلة، كتلة المذاب على حجم المذيب اللي هو هنا في الماء، ويساوي هنا درت القانون ثم نعوض. إذا نعوض شحال عندي؟ هنا راني ندير بوحدة الغرام على المتر، إذا نخليه التحويلات ما عنديش تحويلات، إذا عندي 25 كتلة الملح على الحجم اللي هي 800 بالمليلتر. تخرج لكم النتيجة تساوي 0. راح نكتبها كيما خرجت لي في الآلة الحاسبة، خرجت لي 0.03125، وما ننساش الوحدة هي الغرام على المليلتر. الآن باش نحسب بوحدة الغرام على اللتر، واش راح ندير؟ راح ندير التحويلات التالية. احنا نعلم أن واحد، إذا راح نديرها لكم هنا، إذا حساب تركيز بوحدة الغرام على اللتر. شوفوا معي كيف راح نحسبها. إذا قلنا التركيز دائما يساوي الكتلة على الحجم، وحنا الحجم التاعي مطلوب مني نحسبه باللتر، عندي 800 ميلي لتر. باش ندير التحويلات واش نعلم؟ نعلم أن 1 ميلي لتر ماذا يساوي؟ كم يساوي من لتر؟ يساوي 10 أس ناقص 3 لتر. إذا كي نجي نحول من المليلتر إلى اللتر، راح واش ندير؟ نقسم على 10 أس 3. إذا يلا مع بعض، قلنا أن الحجم التاعي هو 800 ميلي لتر، باش نلقاو كم يساوي من لتر، إذا الحجم راح نقسم هذه القيمة اللي هي 800 على 1000 باش نلقاوها باللتر، وتساوي 0.8 لتر. إذا التركيز سي تاعي نقسم الكتلة على الحجم هنا بالغرام وهنا باللتر. إذا سي تاعي أطبق الكتلة تاعي، كتلة الملح هي 25. هنا كي نجي للتطبيق دائما الخطوة الأولى نكتب القانون، الخطوة الثانية تطبيق العددي نقسم على 0.8، الخطوة الأخيرة هي النتيجة بالوحدة. حذاري ما تنساوليش الوحدة. إذا دائما نقسم بالآلة الحاسبة، تخرج لكم 31.25، ما ننساش الوحدة اللي هي الغرام على اللتر. إذا هذا هو التركيز بالغرام على اللتر. نجي للسؤال الذي يليه. وش يقول السؤال الذي يليه؟ باستعمال، إذا شوفوا معايا، باستعمال النموذج الحبيبي أعطي تمثيل للمحلول المائي المتحصل. طبعا المحلول المائي المتحصل هو إذا المحلول المائي المتحصل هو عبارة عن ماء، حبيبات الماء، الماء زائد حبيبات الملح.
إذن راح أمثل هنا أن النموذج الحبيبي، ندير الماء هكذا، راني في الحالة السائلة تكون متباعدة قليلا نوعا ما هكذا، هذا الماء، نكتب الماء. ثم بعد ذلك الملح، أمثله بلون مغاير، مثلا نأخذ هذا اللون وأضع حبيبات الملح بين حبيبات الماء هكذا، فقط أقول هذا ملح. هذا هو النموذج الحبيبي. ثم بعد ذلك السؤال الثالث يقول: أضاف زميلك كمية كبيرة من الملح، فلاحظ أن الملح يبقى في قاع الوعاء ولا ينحل في الماء النقي. وش معنتها؟ معنتها أن هنا عندي مثلا وعاء راح يبقى الملح تاعي في قاع الوعاء ما ينحلش هكذا، هنا المحلول المائي تاعي. اذا هذا هو الماء او المحلول المائي وهذا الملح. اذا يقول: ماذا تسمى هذا النوع من المحاليل؟ طبعا هذا النوع من المحاليل قلنا انه محلول مشبح، اذا نكتب محلول مشبح. ثم بعد ذلك المحل المذيب، دائما المذيب في المحاليل المائية ما تتبدلش هو الماء، الذي يتغير هو المذاب، يعني المادة الصلبة اللي أضعها في الماء. إذا المنحل أو المذاب هو دائما المادة الصلبة، المادة الصلبة اللي عندما وضعتها هي ماء، هي ملح الطعام، هو ملح الطعام. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح. نجي نكملكم التمرين المضاف في هذا الموضوع. إذا يقول: يمثل الشكل المقابل مخطط لتغيرات المادة. هذا المخطط درسناه في الدرس، الحالة الصلبة، الحالة الغازية. إذا هناك فراغ، هنا مدلكم الانصهار، التكاثف، هنا فراغات، لازم أكمل الفراغات. كيف ذلك؟ شوفوا معايا. إذا أكمل الفراغات ب ما يجب تكملته، شوفوا معي. إذا أولا هنا ما مدوناش اتجاه السهم، ندير اتجاه السهم. إذا الحالة عندي حالات المادة هي ثلاثة، الحالة الصلبة، الحالة الغازية. إذا ماذا يخص؟ يخص الحالة السائلة، السائلة، أو نكتبها في هذا المكان لأنني راح أستعمل هذا الفراغ. إذا نكتب هنا في هذا الفراغ، نكتب الحالة السائلة. وقلت أن هذا التمرين تقريبا 90% إلى 100% يجيكم في الفرض أو الاختبار. ثم بعد ذلك شوفوا معايا، حالة التكاثف راح تكون دائما من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة، إذا السهم تاعي راح يكون في هذا الاتجاه. أما الانصهار، الانصهار دائما يكون من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، إذا السهم يكون هكذا. ثم أكمل الفراغات. إذا هنا السهم، بما أن عندي السهم متجه نحو هذا الاتجاه، السهم الآخر راح يكون في هذا الاتجاه. هنا حالة الانصهار يجي من هذا في هذا الاتجاه، السهم الآخر يكون في هذا الاتجاه. ثم بعد ذلك هنا ندير سهم هكذا، وندير سهم معاكس له هكذا. إذا نكتب، إذا من الحالة الصلبة، شوفوا معي، من الحالة السائلة انتقل إلى الحالة الصلبة بماذا؟ كي تكون حاجة عندي سائلة مثلا ماء، أضعه في المجمد، إذا تصبح على صلبة. إذا نقول هنا التجمد. ثم بعد ذلك وش عندي؟ نعاود نكتب هنا التجمد. ثم بعد ذلك أكمل، هنا عندي فراغ، هذه الفراغ إذا يجي من حالة الصلبة إلى الحالة الغازية. إذا من الحالة الصلبة كيف أنتقل؟ بماذا أنتقل؟ بعملية التسامي، التسامي. ثم بعد ذلك عدنا من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، أتحصل بها بعملية التبخر. ثم العكس، من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة بالتكاثف. ثم وش بقتنا؟ خلاص كملنا الشكل التاعي.
إذا نكمل السؤال الأول، يقول ثم بعد ذلك ندير النموذج الحبيبي لكل حالة، يعني يذكر يعني يقصد الحالات الثلاثة، الحالة الصلبة، الحالة السائلة، والحالة الغازية. شوفوا معايا، قلنا أن في الحالة الصلبة تكون الحبيبات متراصة، إذا أمثلها هكذا هكذا هكذا. إذا هذا هو النموذج الحبيبي في الحالة الصلبة. أما في الحالة السائلة تكون الحبيبات متباعدة قليلا، إذا ندير هكذا. أما في الحالة الغازية تكون متباعدة جدا، وندير لها سهم هكذا هكذا. أتمنى فقط أن يكون واضح. بقى لنا آخر سؤال، وهو يقول أذكر العوامل التي أدت إلى هذه التغيرات الفيزيائية. إذا العوامل التي أدت إلى هذه التغيرات الفيزيائية، إذا نكتب، إذا نكتب هنا، إذا نقول العوامل. إذا السؤال الثالث أو السؤال الثاني، إذا نكتب العوامل التي أدت إلى التغيرات الفيزيائية هي. إذن هناك ثلاث عوامل، شوفوا معي. إذن هي أولا ألف، باء، وجي. أولا أول عامل هو ارتفاع درجة الحرارة، إذن نكتب ارتفاع درجة الحرارة. ثم بعد ذلك انخفاض، انخفاض درجة الحرارة أيضا، درجة الحرارة. أخيرا عامل الضغط. وبهذا نكون عند نهاية هذا الموضوع. تمنياتي لكم بالتوفيق. سلام الله عليكم، صح رمضانكم وصح فطوركم.